الاخ وصولي كنشكرو بزاف على هذا اللقاء هذا لهذه المدينه هذه ولهذ الاقاليم هذه بصفتي ممثل جمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه بمدينه دبلوم. كنلقاو واحد المشاكل السيد العامل مع المسؤولين ديال مدينه دبلوم ومسيرتهم المجلس البلدي خصو يقولنا علاش ضد هاد ذوي الاحتياجات الخاصه كتعطى لهم واحد الدعم ناقص من طرف المجلس البلدي وواحد التصرفات ليس لها. خصنا نعرفوا السيد العامل الله يجازيك بخير خصك تجمعنا مع الناس ديال المجلس البلدي ودير لنا واحد اللقاء علاش هذا المجلس ضد ذوي الاحتياجات الخاصه وكيقول لنا سيرو طلعوا الحقاوي راه فالبار رئيس المجلس عار الحشومه كيمثل المدينه ويقول لنا سيرو طلعوا الحقاوي راه فالبار السيد العامل وحنا كنطلبوا راه عندنا واحد الناس في واحد الوضعيه خارجه مدينه دبدو ومنذ تاسيس هذه الجمعيه منذ سنتين درنا لقاء تواصلي في المجلس البلدي وحكينا لهم المشكل ديال الناس وقالوا لنا احنا معاكم السيد العامل ومن بعد ملي كتزوروا مدينه دبدو كطها انا بصفتي رئيس كنمثل هذيك الناس المستضعفين وحاجه مس الاعانه راه كاين الاسر اللي فيها ثلاثه ديال لي زانديكابي اربعه راه الوالده ديالهم كتبكي كتقول لك اودي منين نموت فين غادي نعطي بهم وحنا درنا عده لقاءات مع الناس ديال التعاون الوطني مع الناس ديال الصحه مع الناس ديال المجلس البلدي ديال دبدو وكاينين الناس فاعلين جمعويين هنا مدوا لنا يد المساعده والمجلس البلدي كيتهرب منا علاش؟ إلا كاين شي حاجه السيد العامل غادي تحلها لنا انت إلا كاين شي حاجه حنا ما ضدهم ضد هاد الناس هادو علاش؟ كرسي السيد العامل عم نول درنا لقاء كرينا قهوه ذوي الاحتياجات الخاصه يمشي يقري قهوه صعدت ومؤسسه ديال الدوله فارغه السيد العامل الله يجازيك بخير وهادو هاد الناس هادو سيدنا صنيع اتفاقيه ديال الدوليه ديال الحقوق ديالهم وسيدنا مع هاد الناس هادو كنطلبوك علاش المسؤولين كيتهربوا من هاد الناس هادو علاش؟ واحد الوضعيه صعبه علاش ما يتضامنوش معاهم غير معنويا؟ السيد العامل علاش؟ مدينه دبدو نعم السي وكاين معاق اللي تحط له الرميد وجاه الخلاص ما عندوش رجليه مقطوعه رجليه كتسيل بالقيعه السيد العامل والله يجازيك بخير وحنا دائما هنا عندكم في العمل وما كيخليوش هو عندنا الثقه مع السيد الكاتب العام وهو السيد العامل السابق وقف معنا وعطانا دار الشباب وما وطها المحضر وما تنفذش الله يجازيك بخير مع الباشا السابق والسيد رئيس المجلس البلدي الله يجازيك بخير الى ما دير بحث جاري وحنا مستعدين وماذا بك تشوف هاد الناس بالعين ديالك نجيبوهم من عندك العماله نجيبوهم زورهم المدينه تبدو تشوفهم راه كاين الاسره اللي فيها ثلاثه ديال لي زانديكابي سمعت وكلشي ما عطاوه الناس مشينا كرينا اليوم الوطني للمعاق مشينا كرينا وطلبنا عن الناس باش درنا يوم تحتيتي اللي كيصادف في اليوم الوطني للمعاق والمجلس البلدي قال لنا ما عندناش كراسه وكيتعطاو للعباس السيد الرئيس كيتعطاو للحفلات الله يجازيك بخير وحنا كمعاقين كندعو الله لكم باش تساعدوا هذه الفئه راه متضرره جدا ودرنا المشروع عند السيد العامل السابق ووقف معانا وكذا ومنين جينا البلديه سد علينا علاش جمعيات اخرى كتعطيها اموال طائله والجمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه السيد العامل كتعطيها واحد الدعم ناقص علاش السيد العامل الله يجازيك بخير وحنا معروفين في دبدو والله الانشطه كاينه منذ سنتين وقدنا الناس كانوا يديروا السيد العامل كانوا يديروا الحلفه ويهزوا ولادهم كانوا يديروا الحلفه ويدفعوها ويهزوا ولادهم عيب